وين بدنا نروح اليوم؟ اليوم مشوارنا على البتي بارادي يلي موجود بلوتورنا بأهدا. البتي بارادي هو إيفان فونيو بيستقبلكن لكل مناسباتكن المدخل عليه كتير حلو وكتير خرجي تاخد فيه صور للسوفونير. البتي بارادي كتير واسع والديكوريشن تبعه كتير حلوة. الستاف بعقد والفارييتي بالأكل رح تمرق معنا بعد شوي. هون كنا عم نصور العرس يلي كان موجود بالبتي بارادي. شوفوا قديش المساحة واسعة وقدي بيساع أشخاص، والبيست تبعه الحلو فيها أنها موجودة بالنص. الأكل كان مقدم سكشن منه من بيلي بويز. شوفوا الفارياتي شو حلوين، من باستا، شاورما وإشياء كتير غير. وهذا السكشن السويت، كروكامبوش، إكلير، موس، تارت، كيك وكتير أشياء تانية غيرهم. أكيد بنصحكم إذا عندكم أي مناسبة حابين تعملوها بمحل حلو واسع وتكونوا أنتم باوردين بعز الصيفية، بنصحكم كلكم تطلعوا على البتي بارادي يلي موجود بلوتورنا أهدن.